ينضم إلينا الآن من الإسكندرية مراسل أكشن نيوز زميل أحمد عبد الرازق للوقوف على آخر تطورات الحالة الجوية السيئة والتي عصفت بالبلاد منذ يومين. إليك أحمد، يعني حدثنا أكثر عن الطقس الآن في الإسكندرية. مساء الخير فيروز، تحياتي لك ولمشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان. يعني لم تعد الحاله الجويه سيئه، ولكن يعني عادت مدينه الاسكندريه لجمالها. درجه الحراره الان تصل لما يقترب من 20 درجه مئويه، الشمس تسطع على مدار اليوم، البحر اهدى بكثير او موج البحر اقل ارتفاعا منذ ما كان عليه منذ يومين. لا توجد امطار منذ الصباح، ربما منذ يعني مساء يعني امس كانت آخر يعني مرة شاهدنا فيها الأمطار، كانت أمطار خفيفة إلى متوسطة وكانت متقطعة غير منتظمة على وسط وشرق الإسكندرية، ربما زادت قليلا في مناطق غرب الإسكندرية وبعض مناطق جنوب الإسكندرية، ولكن يتم التعامل معها. لا توجد تراكمات اليوم كما كانت في اليوم الأول يوم الخميس عندما بدأت هذه السيول. حقيقة أن هناك جهد كبير يبذله إدارات المرافق في الإسكندرية والأجهزة المعنية تحديدا أو على رأسهم مرفق الصرف الصحي الذي يتناوب عماله على مدار اليوم في نوبجيات تسلم العمل بعضها البعض لرفع التراكمات في المناطق التي كان قد صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأن هناك بعض المناطق في غرب الإسكندرية تراكمت بها المياه الأمطار، لأن ربما البنية الأساسية والبنية التحتية لها لم تستوعب كمية الأمطار التي نزلت، ولكن تم التعامل معها بشكل جيد من قبل المرافق العامة وعلى رأسهم كما ذكرت مرفق الصرف الصحي. أيضا قام، أريد أن أشير إلى ذلك الأمر وهو أمر جيد، قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوزيع 1200 وجبة على عمال الصرف والمرافق المختلفة والأحياء الذين يعملون وسط هذه الأجواء منذ اليوم الأول. ويعني الحقيقة يعني ليست القيمة في الوجبة نفسها كما ذكرنا، ولكن القيمة في عملية التقدير، تقدير لهؤلاء العمال الذين يعملون. نعم بالفعل. استعدادية المدارس للعودة من جديد، يعني منذ قليل كان معنا عبر الهواء مباشرة دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مع زميل إبراهيم عزت، وقال أنه لربما سيكون هناك بعض المدارس التي تشهد إغلاق جزئي بسبب عدم استعداديتها للعودة من جديد. ماذا على الإسكندرية؟ هل جميع المدارس يعني مستعدة للعودة من جديد وفتح أبوابها، أم أنه قد تشهد ايضا الاسكندريه يعني اغلاق جزئي لبعض هذه المدارس؟ بالفعل منذ صباح امس مديريه التربيه والتعليم بالاسكندريه تعمل على الوقوف على جاهزيه المدارس من اجل التاكد من جاهزيه المدارس لاستقبال الطلاب غدا الاحد اول الاسبوع الدراسي. ويعني معظم مدارس الاسكندريه جاهزه، لا سيما بعض المدارس في غرب الاسكندريه وبعض احياء جنوب الاسكندريه التي ربما تراكمت فيها بعض المياه، ولكن يتم التعامل مع الأمر من أجل يعني إنهاء هذه أو استعداد هذه المدارس لبدء يوم دراسي جديد غدا بإذن الله. إذن زميل أحمد عبد الرازق مراسل أكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من الإسكندرية.